ساعد جاموكا تيموجين في تحرير زوجته من أسر قبيلة الميركيت، ورغم أن ما بينهما من صداقة شديدة، إلا أن طموحهما الشديد نحو السلطة لم يجعل تقاربهما محموداً. ومع ذلك، فقد كانا غير راغبين في صدام أحدهما بالآخر، ولكن حصل ما لم يرغبا بحدوثه، وهو حادثة بين تيشر أخو جاموكا الأصغر وجوجي درمالا من قبيلة الجلائر التابعة لتيموجين، ذلك بأن تيشر سرق قطيع خيول لجوجي، وقيام الأخير بقتل السارق واستعادة القطيع. فاستنفر جاموكا قبيلته وحلفاءه ليثأر لأخيه، فجمع 30,000 مقاتل، فانطلقوا عبر جبال اللاؤوت وتورقاؤوت لمباغتة تيموجين الذي يعسكر أمام جبل جوريلجو في وادي سناجورو الأعلى، حيث اجتمع حوله 30,000 مقاتل من قومه. ونشبت معركة في موقع آلان بالاغوت قرب منابع نهر أونون، انتصر فيها جاموكا وانسحب تيموجين نحو منطقة جيرين، ولم يجرؤ جاموكا على مطاردته، ولكنه انتقم من الأسرى بأن وضعهم في 70 مرجلاً من الماء المغلي. وهناك مصادر ضعيفة ذكرت أن المنتصر في تلك المعركة كان تيموجين. ومهما يكن من الأمر، فإنما عمله جاموكا ضد الأسرى سببت ضعف شعبيته، فاستفاد تيموجين من ذلك، حيث تدفق إليه المتطوعون والمؤيدون له، فانضمت إليه قبيلة أوروت بزعامة جورشيداي، والمانوغوت بقيادة قويدار، إضافة إلى صديق والده موانجليد. فذاعت شهرته بين قبائل المغول والترك، وبدا أنه أقوى رجل في المنطقة، ومع هذا فقد كان لا يزال من أتباع طغرل خان ملك الكراي. كان سنجوم ابن طغرل وانك خان شديد الغيرة من تنامي قوة تيموجين وتقاربه مع والده، ويزعم أنه قام بالتخطيط لاغتياله، بالرغم من أن تيموجين قد أنقذ حياة والده في عدة مناسبات، إلا أنه استسلم لمشورة ابنه وبدا غير متعاون مع تيموجين الذي علم بنوايا سنجوم وقد هزمه بعد ذلك. أما السبب الرئيسي لتصدع العلاقة بين تيموجين وطغرل كانت رفض الأخير تزويج ابنته لابنه الأكبر جوتشي، وهي دلالة على عدم الاحترام في الثقافة المنغولية. وقد أدى هذا التصرف إلى الانقسام والقطيعة بين الزعيمين، ومهدت إلى الحرب وتحالف طغرل مع جاموكا الذي يعارض تيموجين، ولكن ساعدت الخلافات الداخلية بين الحليفين، إضافة إلى فرار العديد من الجنود نحو تيموجين على هزيمة طغرل، وتمكن جاموكا من الهروب خلال آل النزاع. كانت تلك الهزيمة عاملاً مساعداً لسقوط وانحلال قبيلة الكراي. منع تيموجين جنوده من النهب والسلب والاغتصاب دون إذنه، وقام بتوزيع الغنائم الحربية على المحاربين وعائلاتهم بدلاً من الأرستقراطيين، وبهذا حصل على لقب خان بمعنى السيد، إلا أن أعمامه كانوا أيضاً ورثة شرعيين للعرش. وقد أدى هذا الأمر حصول عدد من آل النزاعات بين قادته ومساعدينا. قام جنكيز خان بتعيين أصدقائه المقربين قادة في جيشه وحرسه الشخصي والمنزلي، كما قام بتقسيم قواته وفق الترتيب العشري إلى وحدات تتألف من فرق تضم كل فرقة منها عدداً محدداً من الأشخاص. فكانت وحدة الأوربان تتألف من فرق تضم 10 أشخاص في كل منها، ووحدة اليغون تتألف كل فرقة منها من 100 شخص، ووحدة المنغن من 1000 شخص، ووحدة التومين من 10,000 شخص. كما تم تأسيس فرقة الحرس الإمبراطوري وتقسيمها إلى قسمين، الحرس النهاريون والحرس الليليون. وكان جنكيز خان
يكافئ أولئك الذين يظهرون له الإخلاص والولاء ويضعهم في مراكز عليا. وكان معظم هؤلاء يأتون من عشائر صغيرة قليلة الأهمية والمقدار أمام العشائر الأخرى. يعرف أن الوحدات العسكرية الخاصة بأفراد عائلة جنكيز خان كانت قليلة بالنسبة للوحدات التي سلمها لرفاقه المقربين. أعلن الأخير في وقت لاحق قانوناً جديداً للإمبراطورية هو الياسا أو إخزاسا، وكتب فيه كل ما يرتبط بالحياة اليومية والعلاقات السياسية ذلك الوقت، ومثال ذلك منع صيد الحيوانات في موسم تزاوجها، بيع آلة النساء، سرقة ممتلكات الغير، عدم الاغتسال في آلة النهر وقت العاصفة، بالإضافة للقتال بين المغول. وقام جنكيز خان بتعيين أخيه المتبن شيغي خوتهو بمنصب قاضي القضاة، وأمره بالاحتفاظ بالسجل عن الدعاوى المرفوعة والمشاكل التي تقع، وبالإضافة للأمور الأسرية الغذائية والعسكرية. أطلق جنكيز خان حرية المعتقد ودعم التجارة الداخلية والخارجية، وكان يعفي الفقراء ورجال الدين من الضرائب المفروضة عليهم وعلى ممتلكاتهم. ولهذه الأسباب انضم الكثير من المسلمين والبوذيين والمسيحيين من منشوريا شمال الصين، الهند وبلاد فارس طوعاً إلى إمبراطورية جنكيز خان قبل أن يشرع بفتوحاته الخارجية بوقت طويل. تبني هذا ذا الخان الأبجدية الأويغورية التي شكلت فيما بعد أساس الأبجدية المنغولية، وأمر المعلم الأويغوري تاتا تونغا الذي كان يعمل في خدمة خان النيميين بتعليم أبنائه. سرعان ما وقع جنكيز خان بعد بروز إمبراطوريته كقوة عظم في نزاع مع أسرة جين الشوغينية وأسرة زيان الغربية التغوتية حكام شمال الصين، فقام بغزو ممالك الصين الشمالية هذه بسرعة وضمها إليه. ثم حصلت بعض الاستفزازات فيما بينه وبين الدولة الخوارزمية القوية على الحدود الغربية لإمبراطوريته، مما حدا بالخان بالاتجاه غرباً صوب آسيا الوسطى، حيث احتل خوارزم ودمرها واحتل بلاد ما وراء النهر وفارس. بعد ذلك هاجم كييف آلة الروسية والقوقاز وضمهم إلى مملكته. قبل مماته وزع تركته الإمبراطورية بين أبنائه، وحسب الأعراف يبقى الحكم للأسرة المالكة والتي هي من سلالته فقط. ووصل تيموجين خطته في التوسع على حساب جيرانه، فبسط سيطرته على منطقة شاسعة من إقليم منغوليا تمتد حتى صحراء جوبي، حيث مضارب عدد كبير من قبائل التتار، ثم دخل في صراع مع حليفه رئيس قبيلة الكرايت، وكانت العلاقات قد ساءت بينهما بسبب آلة الدسائس والوشايات. وتوجس أوانغ خان زعيم الكرايت من تنامي قوة تيموجين وازدياد نفوذه، فانقلب حلفاء الأمس إلى أعداء وخصوم، واحتكما إلى السيف، وكان الظفر في صالح تيموجين سنة 1203 ميلادياً، فاستولى على عاصمته قراقورم وجعلها قاعدة لمملكته، وأصبح تيموجين بعد انتصاره أقوى شخصية مغولية، فنودي به خاقاناً وعرف باسم جنكيز خان أي إمبراطور العالم. وبعد ذلك قضى 3 سنوات عني فيها بتوطيد سلطانه والسيطرة على المناطق التي يسكنها المغول، حتى تمكن من توحيد منغوليا بأكملها تحت سلطانه ودخل في طاعته الأويغوريون. حكمت الإمبراطورية المغولية بقانون مدني وعسكري يدعى الياسا والذي وضعه جنكيز خان. لم تؤكد الإمبراطورية المغولية على أهمية العرق والإثنية في المجال الإداري،
وتبنت بدلاً من ذلك منهجاً يعتمد على الجدارة، وكان الاستثناء حكم جنكيز خان وعائلته. كانت الإمبراطورية المغولية واحدة من أكثر الإمبراطوريات المتنوعة تنوعاً عرقياً وثقافياً في التاريخ بما يتناسب مع حجمها. اعتبر العديد من سكان الإمبراطورية أنفسهم مغولاً في الحياة العسكرية والمدنية بمن فيهم المغول والأتراك وغيرهم، وكذلك العديد من سلالة خان من مختلف الأعراق كجزء من الإمبراطورية المغولية مثل محمد خان. وجدت إعفاءات ضريبية للشخصيات الدينية وكذلك للمعلمين والأطباء على حد ما. مارست الإمبراطورية المغولية التسامح الديني، إذ اعتبرت التقاليد المغولية أن الدين مفهوم شخصي ولا يخضع للقانون أو التدخل. تحول أون خان معلم جنكيز خان ومنافسه لاحقاً إلى المسيحية النسطورية في وقت ما قبل تولي جنكيز خان الحكم. كانت قبائل المغولية المختلفة شامانية أو بوذية أو مسيحية، وكان التسامح الديني بذلك مفهوماً راسخاً في الصهوب الآسيوية. حاول جنكيز خان في أواخر حياته وفقاً للمؤرخين المنغوليين المعاصرين إنشاء دولة مدنية في ظل الياس العظيم، والذي كان ليحقق المساواة القانونية لجميع الأفراد بمن فيهم النساء. لعبت النساء دوراً مهماً نسبياً في الإمبراطورية المغولية وفي الأسرة، إذ تولت توراكينا خاتون على سبيل المثال حكم الإمبراطورية المغولية لفترة وجيزة حتى اختير القائد خاقاً لاحقاً. يشير الباحثون المعاصرون إلى السياسة المزعومة التي شجعت التجارة والتواصل باسم باكس منغوليكا، أي السلام المغولي. أدرك جنكيز خان حاجته إلى أشخاص يمكنهم إدارة المدن والدول التي غزاها، وأدرك أيضاً أنه لن يستطيع العثور على هؤلاء المسؤولين من بين شعبه المغول، لأنهم لا يمتلكون خبرة في إدارة المدن. دعا جنكيز خان لهذا الغرض أمير الخيت وتشوتاسي، الذي عمل في خدمة سلالة جين، والذي اعتقله الجيش المغولي بعد هزيمة أسرة جين. استولت أسرة جين على السلطة بتهجير شعب الخيا. أخبر جنكيز تشوتسي الذي كان من نسل حكام الخيات أنه انتقم لأسلافه. أجاب تشوتسي أن والده خدم سلالة جين بنزاهة، وكذلك فعل هو، كما أنه لم يعتبر والده عدواً، لذلك لا يمكن اعتبار ذلك انتقاماً. أثار هذا الرد إعجاب جنكيز خان، وتولى تشوتسي إدارة أجزاء من الإمبراطورية المغولية، وأصبح مقرباً من الخانات المغول المتعاقبين. وثق جنكيز خان في جنرالاته ثقة مطلقة بمن فيهم سوبوتي، نويان، مكالي، واعتبرهم مستشارين مقربين، وغالباً ما منحهم الامتيازات والثقة ذاتها التي منحها عادة لأفراد الأسرة المقربين. سمح لهم باتخاذ القرارات من تلقاء أنفسهم عندما شنوا حملات بعيدة عن عاصمة الإمبراطورية المغولية قراقوم. كلف مكالي الجنرال الموثوق به قيادة القوات المغولية ضد سلالة جين في الوقت الذي قاتل فيه جنكيز في آسيا الوسطى، وسمح لسوبوتي ونويان بمواصلة الغارة العظمى في القوقاز وكييف روس، وهي فكرة قدماها إلى الخاقان بمبادرة خاصة بهما. توقع جنكيز خان ولاء راسخا من جنرالاته في الوقت الذي منحهم فيه قدرا كبيرا من الاستقلال الذاتي في اتخاذ قرارات القيادة. نجح الجيش المغولي أيضا في الحرب عن طريق الحصار، وقطع الموارد عن المدن والبلدات عن طريق تحويل بعض الأنهار، وأخذ أسر العدو وسوقهم أمام الجيش، وتبني أفكار وتقنيات وأدوات جديدة
من الأشخاص الذين تغلب عليهم، وخاصة في توظيف آلات حصار ومهندسين مسلمين وصينيين لمساعدة سلاح الفرسان المغولي في الاستيلاء على المدن. كان التكتيك المعياري الآخر للجيش المغولي هو الانسحاب التكتيكي المختلق الممارس لكسر تشكيلات الأعداء ولإبعاد مجموعات العدو الصغيرة بالخداع عن المجموعة الأكبر والدفاع عن الموقع من أجل الكمين والهجوم المضاد. كانت طريقة بالاتصالات والإمداد تسمى يم جانباً آخر مهماً من التنظيم العسكري لجنكيز خان، وهي مقتبسة من النماذج الصينية السابقة. كرس جنكيز خان عناية خاصة بذلك من أجل الإسراع في جمع الاستخبارات العسكرية والاتصالات الرسمية. أنشئت محطات يم في جميع أنحاء الإمبراطورية من أجل ذلك. ومن أهم أقواله: ليس كافياً أن أكون ناجحاً، كل الآخرين يجب أن يفشلوا. بمعونة السماء لقد فتحت لكم إمبراطورية عظيمة، لكن حياتي كانت قصيرة للغاية لتحقيق غزو العالم. هذه المهمة تركت لكم. أنا عقاب الرب، فماذا فعلت لكي يبعث الله عليك عقاب مثلي؟ أنا على استعداد للتضحية بنصف شعب المغول لكي يستقيم النصف الثاني. سعادتنا الكبرى هو أن يتشتت عدو من أجل دفعه قبلت لرؤية المدن تتحول إلى رماد لمعرفة أولئك الذين يحبونه غارقين في البكاء، وتضعه في حضن زوجاته وبناته. إذا جسدي مات، اسمح لجسدي أن يموت، ولكن لا تدع بلدي تموت. اشتد التعب والإرهاق عليه في رحلته الأخيرة، وجلس أمام خيمته متدثراً بالأغطية الثقيلة من الفراء والقماش، ودخل عليه ابنه تولي خان، فقال له جنكيز خان: لقد اتضح لي الآن أنه يجب أن أترك كل شيء. كان جنكيز خان قد تجاوز 70 عاماً وقيل 60 عاماً، ولم يعلن أبناؤه خبر وفاته حتى أقرب المقربين إليه. وتم إبعاد حرسه الخاص عن خيمته، وتم وضع جثمانه في عربة، واستمر في طريق عودته إلى الديار عبر الأراضي الصينية. لدى وصولهم إلى منابع نهر كيرولين، أعلن نبأ الوفاة على الجيش المغولي. وظل جثمانه يتنقل بالدور في القصور الملكية عند زوجاته لإلقاء نظرة الوداع. توافد زعماء القبائل والقادة من كل مكان لإلقاء نظرة الوداع على الجثمان. وبعد انتهاء مراسم الحداد، تم تشكيل كتائب مختارة من الجنود لاصطحاب جثمان جنكيز خان إلى قبره. وفي مكان مجهول على سفح واحد من مرتفعات جبال برقان، تم دفن جنكيز خان في قبر أخفي بطريقة تصعب الاهتداء إليه. وكانت وفاته عام 1227 ميلادياً. عند وفاة جنكيز خان عام 1227 ميلادياً، كانت الإمبراطورية المغولية تمتد من المحيط الهادئ حتى بحر قزوين، أي أنها كانت تبلغ في حجمها ضعفي حجم الإمبراطورية الرومانية ودول الخلافة الإسلامية، ثم توسعت لأكثر من هذا في العهود التي تلت تحت حكم من أتى من ذريته. سيظل جنكيز خان عبقرية عسكرية ككبار الفاتحين، إلا أنه يختلف عنهم بسعيه في الأرض فساداً ودماراً في كل فتوحاته، حيث أسس إمبراطورية امتدت في عهد سلالته من أوكرانيا إلى كوريا، كما أسس أحفاده سلالات ملكية في الصين وبلاد فارس وروسيا، ومن سلالات أحفاده ملوك حكموا في آسيا الوسطى لقرون عدة.